حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس عن دكين بن سعيد المزني قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 راكبا و400 نسأله الطعام فقال لعمر اذهب فأعطهم فقال يا رسول الله ما بقي إلا آصع من تمر ما أرى أن يقيضني قال اذهب فأعطهم قال سمعا وطاعة قال فأخرج عمر المفتاح من حجزته ففتح الباب فإذا شبه الفصيل الرابض من تمر فقال لتأخذوا فأخذ كل رجل منا ما أحب ثم التفت وكنت من آخر القوم وكأنا لم نرزق تمرة حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن قيس عن دكين بن سعيد الخثعامي قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 40 و400 فذكر الحديث حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل إسماعيل عن قيس عن دكين بن سعيد قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث حدثنا يعلى ومحمد ابن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن دكين بن سعيد المزني قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث